اصدقائي، هذا اليوم الحجيه راح تسوي لنا الحلقوم. اللي يحب الحلويات وخاصه الحلقوم ابقويانا ونشوف الحجيه ايش محضرت لنا اليوم. وعاشوا، رجعنا لكم حبايبنا الحجيه. حبيبتي الحجيه شلونك؟ الله يسلمك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو حسوينا يوم حجيه؟ اليوم راح اسوي حلقوم. يا الحلقوم زين، شنو المواصفات الحجيه؟ هاي الاشياء اشرحي لنا. هاي المقادير 4 اكواب شكر، زين، كوبين مي، حلو، نص خاشوقه لمن دوزي، زين، خاشوقه شكر، هاي مستيكا، زين، هاي لون للتزيين، وهاي نشا وهاي مي. حلو، هاي كل المقادير. هنا شنو هذا؟ هاي مي ورد. مي ورد. وهاي عمود نصب بها الحلقوم. زين، عمود نصب بها الحلقوم. فيها نص نشا ونص شكر ناعم. شكر ناعم نص ونشا نص. ايه. يعني خلينا نقول هذا تقريبا كوب، يعني سويته على حسب الكمية، بس هو هذا ايه. تقريبا كوب. زين، نص نشا ناعم ونص شكر ناعم، مو؟ ايه. زين، هسا نريد نبلش. بشنو راح نبلش حجية؟ أول شيء راح نبلش أول مرة نخلي كلاصين مي. كلاصين مي. وياها 2 شكر. ندوبهن هنا. نجيب هنا النشا. هاي المي 3/4 الكوب. 3/4 الكوب. 3/4 الكوب مي وكوب نشا. زين، هنا عندنا هسه حطيت كم كوب شكر؟ هنا 2 كوبين شكر. زين، هسه راح اخليه على النار. حلو. زين، الكوبين الثانيات شو نسوي بهن مال الشكر بعدين؟ والله ما اخلي النشا، اخليهم بالمراحل. زين، قبل ما يفور المي والشكر على الطباخ نحط هنا المستكه. هنا خاشوقه وسط شكر. خاشوقه وسط شكر. هم ايش نسوي؟ ندقهن. اي حتى يكون جاهز. زين، وهي اللي مندوز هسه خلي نصها اي على الشيره هنا، انا النص الثاني بعدين. خوش يا بتعلموا هاي المراحل، هي مرحله مرحله، وان شاء الله كلها سهله مو صعبه. زين، هذا النشا والمي همين صار جاهز هناك. انا ما فيها دقيقه بس حركتها خبط. هسه راح نديره. طبعا هسه المي بعد ما نفور، بس لحد يعني هسه بلش راح يفور، فهسه راح تبلش تدير. ادير واحرك بسرعه. حلو. طبعا هذا المي كله بارد، يعني مو له دافي. المي اللي استعملتيه كله؟ لا، من البوري. من البوري هذا، من الحنفيه. المي كله اللي استعمل زين، مي عادي يعني مو حار، لان النشا ما ينحط عليه مي حار راسا يكتل. اوكي، مي من البوري وذوبته هنا، نزلته على الشيره. زين، الشيره كانت يعني دوب تريد تفور. اي، بعدها ما مفوره. هسه تقريبا صار له دقيقه بس تحرك بيه بلش يتخن. هسه راح نصيه على الوسط. نصيه على وسط النار
وظلت حركة فيه. شوف بلش يتخن طبعا هو، شلون الطريقة، شفت شلون؟ شنو صار؟ مثل العلوشة. هسه نصيت على الأخير. هسه تنصي على الأخير، لما تخن كلش نصت على الأخير الطبخ. هسه خلي الشكر. هسه الكوبين الثانيات مو؟ إيه. شوية شوية. هاي الكوبين خلصن مال الشكر، خليناها زين. هسه كامل الاربع كواب شكر صارن شنو؟ بالمي. والنشا همين هسه راح نخلي اللمندوز الباقي. اللمندوز نص الخاشوقة الثاني. زين، هاي ربع خاشوقة، وخذلينا قبل ربع خاشوقة. ربع هو كله نص خاشوقة صح؟ اي صح، ربع بربع. بس راح اخليها على الوسط. نرجع على الوسط بعد ما خلت اللمندوزي. طبعا هسه صار لها تقريبا 10 دقائق تحرك فيها الحجيه. هسه راح نصي على الاخير. هسه نصي على الاخير. هسه هاي عدت العشر دقائق، شوف شلون ثخنت هسه. هسه راح نخلي مي ورد. مي ورد، شيل مي ورد تقريبا نص استكان. لا خاشوقتين. خاشوقتين اكبر. هاي وحدة. اي. وهاي وحدة. حلو. خاشوقتين كبار مي ورد. هاي المستكة. هاي المستكة ويا الشكر. ويا الشكر. يمر تقريبا هسه فد دقيقتين هيجي او خمس دقائق. لا بعد في بعد 10 دقائق. فد 10 دقائق بعد؟ زين يلا، هاي فد 10 دقائق بعد ونرجع لكم. هسه هاي مرت شنو يعني 10 دقائق؟ ايه. فهسه شنو يعني اللون؟ مو حجية هذا اللون؟ اي. فد قدر شنو هذا؟ خاشوقة صغيرة لو نص خاشوقة صغيرة؟ خاشوقة وسط. خاشوقة وسط يابا. واللون هم يعني حسب ما يريد. اي اختياري هو. اي قسم يخليه خفيف يعني وردي لونه، قسم يريده احمر. اي حلو. حسب ما يريد. بعد يراد ال 10 دقائق هم. حلو. اي هي صارت تقريبا هسه كلها نص ساعة. اي نص ساعة، احنا بلشنا نتحرك لحد الآن نص ساعة. أي. يا بنرجع لكم بعد همين شنو 10 دقائق. أي. وهاي اخر 10 دقائق خلصت. هسه شنو يعني؟ نسوي الاختبار. مي وثلج وهنا نشوف شلون يكون شنو يعني؟ يكون زينه او مو زينه.
وبعدين تسخن مالتها بالمي والثلج قبل ما تشيلوها يعني، يبين اذا زينه زينه، اذا مو زينه تكملون التحريك بيها هم فد 10 دقائق ثانيه وهم نسوون اختبار مره ثانيه محجيه. ها شلونها؟ بعد راقلها شويه. بعد شويه؟ يا بزين. اي بعد اي بعدها. هسه بعد الحراسه. زين. انا اقول خمس دقائق فد. ها؟ نسوي بعد فد خمس دقائق، اذا خلينا نسوي فد خمس دقائق ونرجع ونشوف ونسوي اختبار ثاني. يعني وهي هسه همين 10 دقائق ونسوي اختبار اخر ونشوف شلون راح يكون النتيجه. شلون صارت اقوى؟ بعد حاره هي. اي. بس خليها تبرد بعد شويه هنا بالمي. زين. بس نشوف. اي. حلو. هي صارت قوية. يعني أنا مش شنو يعني تكون من أول مرة، لما تصير تخينة وياكم تكون من أول مرة خلصها هي يعني تكون ناجحة، ما تكون ما تخلوها وراها التعب كله وبعدين ما تنجح حرامات. فتسوي له اختبار بمي وثلج، اذا تشوفون اللزوجه مالتها كلش يعني اللي يشوف هسه صارت قطعه واحده، قبل شوي ما كانت قطعه واحده، هسه قطعه واحده. لما يبرد الزيت. صحيح. عمود هذا لما يبرد هم يكون تصير قطعه واحده كلها. زين حجي ايش راح نسوي هسه؟ هسه راح نديرها. راح نديرها زين، نديرها بهذا شو اسمه؟ البايركس. البايركس نشا. نشا وشكر. نشا وشكر اي. مطحون. بسم الله. بسم الله. بهذه الطريقة. زين يا بس هذا هم نشا وشكر ناعم. زين هذا كان هو جوا فرش فوقه وهسه هم فوقه الشكل هذا لحد ما يبرد محجيه. ايه. بعدين يتقطع. زين خليه قد تقريبا حجيه هسه خليه بالثلاجه؟ لا نخليه برا. راد ايه. لساعتين يلا يبرد. راد لفت ساعتين يابا ونرجع لكم ان شاء الله ورا ساعتين ونشوف شنو الشكل يكون. حبايبنا خلص الحلقوم، هياتها قطعتها الحجيه، خلينا نشوف هسه وحده هيجي. زين شوفوا عيني شلونه، والله شيء من الاخير شوفوه. ان شاء الله الطريقه سهله مو صعبه. عاشتيش حجيه والله. بيدك. ان شاء الله يجربوه وينجحوا وياهم وياكلونه بالف عافيه والسلام عليكم. مثل ما قالت لكم الحجيه اخوان واخواتي، ان شاء الله جربوه وينجحوا وياكم وتاكلونه بالف عافيه، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه وعاشت ايديكم.